أعزائي المعتمرون والمعتمرات، بافتخار واعتزاز كبيرين، النهضة التنموية التي تعرف مدينة خليلة بفضل المجهودات المبذولة من طرف مجلس البلدي لمدينة خليلة بجد المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والرياضية بالإضافة إلى المبادرات التنموية التي تتم في شراكة مع فعاليات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية. وفي ختام المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد السوري بإقليم خليلقة، تم تزكية المكتب الإقليمي للحزب الذي تم انتخابه خلال الجمع العام الذي انعقد يوم 10 مايو 2014. حرر بمدينة خليلقة في فاتح يونيو 2014. والسلام عليكم.